الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الشكر شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر. أيها المستمعون، أحبابي وأصدقائي في كل مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم دوام الصحة والسعادة وحسن التوفيق. وأرحبكم أيها الإخوة إلى نشرة اللغة العربية من نشرات إذاعة المنار الإسلامية، فسوف نقدم لكم اليوم إن شاء الله نشرة اللغة العربية من الكتاب أو من كتاب العربية بين يديك، الجزء الثالث أو الكتاب الثالث، الوحدة الثالثة، الدرس 21، صفحة رقم 64. فدرسنا اليوم إن شاء الله فسوف نحل التمارين تحت عنوان الاستيعاب والمناقشة. أحبابي في الله، لقد درسنا في الدرس السابق العنوان القوي الأمين، فهذا العنوان أو هذا الموضوع انقسم صاحب الكتاب على المشهدين، المشهد الأول في الوحدة الثانية والمشهد الثاني في الوحدة الثالثة. وقد أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى المشهد الثاني أيضا، فاليوم إن شاء الله سوف نحل التمارين. نحن ماذا أخذنا في المشهد الثاني أو تحت هذا العنوان القوي الأمين؟ الهدف والغرض من هذا الموضوع أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مرض وأحس أني سوف أموت، فأراد مباشرة أن يستخلف رجلا بعده، فألقى الله سبحانه وتعالى في قلبه أن يعين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فبعث رجلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدعاه فجاء، فاستشار معه فقال: أريد أن أستخلفك يا عمر، لكن عمر كان يرفض ولا يحب أن يكون أمير المؤمنين ولا يريد أن يتحمل هذه المسؤولية، لكن ألزم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عليه وأجبره أن تكون أمير المؤمنين لأنك أنت القوي وأنت الأمين. فوافق عمر، لكن بشرط أن تشير مع الصحابة، إن وافق الصحابة فبإذن الله سوف أكون خليفة. ثم في المشهد الثاني جمع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار، فاستشار معهم فقال أبو بكر: أريد أن أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا، فما رأيكم؟ فكلهم وافقوا معه، ثم بعد ذلك اطمأن قلبه ورضي به، فكتب الوصية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم أجمع الصحابة وأوصاهم ونصحهم: اسمعوا وأطيعوا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهذا هو الدرس الذي نحن أخذنا في السابق. فاليوم إن شاء الله نحل التمارين، نبدأ بالتدريب الأول. يقول صاحب الكتاب: من القائل؟ صل بين العبارة وقائلها. صل بين العبارة وقائلها. دمنا الخجور دنكو زمن غستاس خبروننا دا العربية بين يدي كتاب سخا دريم وحدة دا يوشتم نمبر درس دي تلوش بيتم نمبر صفحة دا دريم كتاب. من غتاسو بتير خبرونا كي يو موضوع أغسطي و بدي عنوان باندي القوي الأمين. دا طولي موضوع هدف أو غرص دا أبو بكر صديق تكلم مريس شو پویا شو چې وفات کیږم، نو د مسلمانانو خلیفه وټاکو چې هغه څوک عمر بن الخطاب. په کومه طریقه وټاکو؟ اول د عمر سره مشوره وکړله، هغه راضي کړ، هغه وروسته صحابه و نظر واغستو، هغه موافقه وکړه چې عمر مناسب دی، د هغه وروسته به وصیت ولیکو خلکو ته اعلان وکړو. راځو خو ګوریدونکو دغه تمرین د هغه سره تعلق لري، نو که په هغه درس باندې موږ او تاسو پوه شوي او تکرار هم کړی وي، دا تمرين من غوتاسو با أسانة باندي حل كوليش. التدريب الأول، أول تمرين كي سوي: من القائل؟
القائل معنا يعني من قرأ هذه الجملة؟ من قال هذه الجملة؟ صل بين العبارة وقائلها. صل معنى اربط أو زاوج بوستك بين العبارة عبارة وقائلها داغي وينكي. كم عبارة؟ جاوة يدده دوانا سرا ولقوا. ذكر صاحب الكتاب الجمل وذكر أمام كل جملة القائل، لكن ليس هذا القائل لتلك الجملة، دغ قائل لم دغ جملة ولا نده. يريد منك صاحب الكتاب أن تعين القائل لكل جملة، قد يكون الجملة في الأولى وقد يكون قائلها في الأخير. كلك داسم جملة أولى كيبي خو قائل بآخر كيبي. وقتنا سكي تمرين ولا لاندي أتى جملة راكري داغي مخيتي قائلين دي وينكري. قائل مفرد قائلون داي جمرازي. هل جملة قائل أو وينك معلومك؟ تعالوا أحبتي أولا أقرأ الجمل ثم إن شاء الله نعين لها القائل أو الجملة ويداغن ورست داغي قائل معلومه. الجملة الأولى: سريرته خير من علانيته. سريرته خير من علانيته. الجملة الثانية: ليس فينا من هو أقوى على الأمر منه. الجملة الثالثة: هو والله أفضل من رأيك فيه. الجملة الرابعة: ماذا أقول في رجل اعتز الإسلام بإسلامه. الجملة الخامسة: ألا ترفق يا أبتي بنفسك. ألا ترفق يا أبتي بنفسك. الجملة السادسة: أريد أن أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا. الجملة السابعة: إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الجملة الثامنة: يرضى للرضا ويسخط للسخط. دأت جملي دي مختصر ترجمة هذا: سريرته خير من علانيته. فترازنا فتكارون بيحتر دي دخكار كاروننا. دوما جملة كوي: ليس فينا من هو أقوى على الأمر من. فمن كداسي سوك نشتا دي چداغن قوي بفري كاربان دي. هو دغ الشخص چده والله أفضل من رأيك فيه، دغستا نظر بيحتر دي داغي بباركي. ماذا أقول في رجل أغسري باركي زي السوايم؟ اعتز الإسلام بإسلامه، چه إسلام عزت من شوه ده أغب إسلام باندي. بنزم جملة كوي: ألا ترفق يا أبتي بنفسك. إي بابا جانا بخبل نفس باندي لغا نرمينك. شبقم جملة كوي: أريد أن أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا. زوارم بتاسو باندي خليفة مقرركم يوداسي شخص چه قوي هموي أمين هموي. وما جملك وإني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. ما بتاسباني خليفة مقرر كرلي تاغت صوك دي عمر بن الخطاب. أتم جملك ويرضى خشاليك دا عمر للرضا دا غيب خشالي باندي تا دا غيب خشاليك دام خشاليك. ويسخط للسخط أغيب خشاليك دام خشاليك. يرضى عكس رازي يسخط رازي. قائلين سودي: أبو بكر ابن عوف، عثمان، والسيد علي رضي الله تعالى عنهم، طلحة، عائشة، أسماء رضوان الله عليهم أجمعين. تعالوا أحبتي نختار لكل جملة قائلها. دهر جملة دبار قائل غارو معلومه. الجملة الأولى: سريرته خير من علانيته. القائل لهذه الجملة هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. الجملة الثانية: ليس فينا من هو أقوى على الأمر من. من القائل لهذه الجملة؟ الجواب: هو طلحة رضي الله تعالى عنه. الجملة الثالثة: هو والله أفضل من رأيك فيه. من قال هذه الجملة أو من القائل؟ الجواب: عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. الجملة الرابعة: ماذا أقول في رجل اعتز الإسلام بإسلامه. من قال هذه الجملة؟ القائل هو علي رضي الله تعالى عنه. الجملة الخامسة: ألا ترفق يا أبتي بنفسك. من قال هذه الجملة؟ قالت هذه الجملة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. السؤال السادس: أريد أن أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا. من قال هذه الجملة؟ قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
السؤال السابع: إني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب. من قال هذه الجملة ومن قائل هذه الجملة؟ الجواب: أيضا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الجملة الأخيرة: يرضى للرضا ويسخط للسخط. القائل لهذه الجملة هو الصيد رضي الله تعالى عنه. ننتقل الآن أعزائي وأحبابي إلى التدريب الثاني. يقول صاحب الكتاب: أجب عن الأسئلة التالية باختصار. يقول: عندك أو بين يديك أسئلة، أجب لكل سؤال وأجب مختصرا. ومن أين نجيب؟ نجيب من النص الذي نحن أخذنا بعنوان القوي الأمين. جواب بكم زين وركود أغي نسنا شبدي عنوان بانددي القوي الأمين. نعم، تعالوا أحبتي استمعوا. السؤال الأول: لماذا بعث أبو بكر إلى الصحابة؟ يعني لماذا بعث رجلا أو شخصا إلى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ السؤال الثاني: لماذا لم يأخذ بآراء المهاجرين وحدهم؟ السؤال الثالث: لماذا يريد أبو بكر استخلاف عمر؟ السؤال الرابع: هل فرض أبو بكر رأيه على الصحابة ولماذا؟ السؤال الخامس: لماذا اطمأن قلب أبي بكر؟ السؤال السادس: ما الفرق بين الطريقة التي اختار بها المسلمون أبا بكر والطريقة التي اختاروا بها عمر؟ السؤال السابع: لماذا لم يستخلف أبو بكر أحدا من أهله؟ السؤال الثامن: لماذا استشار أبو بكر هذا الفريق من الصحابة؟ السؤال التاسع: لماذا أراد أبو بكر اختيار خليفة للمسلمين قبل موته؟ السؤال العاشر: ما الشرط الذي وضعه أبو بكر ليطيع المسلمون عمر رضي الله تعالى عنه؟ أول سؤال كسوغتنكي: لماذا بعث أبو بكر إلى الصحابة؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعث رجلا أو بعث النبأ والخبر إلى الصحابة أن اجتمعوا إلي. الجواب ماذا؟ ليسترشد بآرائهم في استخلاف عمر. أبو بكر الصديق وشخص لي قالوا تي صحابة جمكي ده صدفارة. لماذا؟ الجواب ماذا؟ ليسترشد بآرائهم في استخلاف عمر. شدغي خلق سر مشورة وكي أو لارخودنا زان تحاسيلك ده أغيو بنظرونه أو ففكرونه باندي ش أغيو ده عمر ببارك السوي ش زده خليفة مقررون. جواب سنغرازي: ليسترشد بآرائهم في استخلاف عمر ش زان تلارخودنا وكي ده أغيو بنظرونه باندي ده عمر بخليفة كولو باندي. السؤال الثاني: لماذا لم يأخذ بآراء المهاجرين وحدهم؟ ولي أبو بكر الصديق صرف ده مهاجر نظر وانغسته صحابة أنصاري وصلوالي مرقريك لل. الجواب ماذا؟ ليس هذا هو العدل، أن يأخذ رأي المهاجر ويترك رأي الأنصاري. ده عدل ندي، ده إنصاف ندي، كده مهاجر شخص نظر أخلي أو ده أنصاري صحابي نظر ناخلي. إذن الجواب ماذا؟ ليعدل بينهم، وللأنصار حق كمثل المهاجر. تعدل وكيد دوار ترمينزا ده أنصاري مداس حق دي لك سنجتي ده مهاجر صحابي حق دي. السؤال الثالث: لماذا يريد أبو بكر استخلاف عمر؟ لماذا هو يعين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ ولي أبو بكر ده عمر انتخابي. جواب ماذا؟ لأن عمر هو قوي وأمين. الجواب: لأن عمر هو قوي وأمين. عمر زكى منتخب كي عمر قوي مدي أو أمانة قرندي، ليس ضعيف ولا خائن. السؤال الرابع: هل فرض أبو بكر رأيه على الصحابة؟ أي أبو بكر خبل نظر بالصحابة وباني لازم أو فرس كريو؟ الجواب ماذا؟ لا، ما فرض أبو بكر، بل إنه استشار معهم فهم وافقوا. أغي وصر مشورة وكرلا أو صحابة وداغي موافقتوكو خبل نظر باغي باني لازم كرين ذي.
السؤال الخامس، لماذا اطمأن قلب أبي بكر ولد أبو بكر الصديق مطمئن شو؟ جواب ماذا؟ لاتفاق الصحابة من المهاجرين والأنصار على عمر. لما اتفق المهاجرون والأنصار باستخلاف عمر فاطمأن قلب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعده. شكل الصحابة اتفاق بيدا شوف عمر باندي هم مهاجروا ملقروا هم دا أنصاروا ملقروا دا أبو بكر الصديق مطمئن شو. السؤال السادس، ما الفرق بين الطريقة التي اختار بها المسلمون أبو بكر والطريقة التي اختار بها عمر؟ اگر کما طریقه ده چې مسلمانانو ابو بکر صدیق تعین کو خلیفہ په صفت باندې او هغه طریقه کما ده چې عمر مقرر کړو دوانو کې سفر دی. الجواب ماذا؟ اختار المسلمون ابو بکر بالمشوره یعنی بالشورى، واما عمر اختار المسلمون هو اولا بالتعيين. ابو بکر هو عين اني استخلف عليكم عمر، ثم استشار مع الصحابة أولا بالتعيين ثم الشورى. أول التعيين وكتوزع مرسكم تحكما بيد صحابة وصل مشورة وكلا. أما أبو بكر جو أغا صحابة ومشورة وكلا لا أمدارا قد النبي صلى الله عليه وسلم إشارات هموم. السؤال السابع، لماذا لم يستخلف أبو بكر أحدا من أهله؟ أبو بكر ولد أخبالي كوراني وكسم قررنكم. الجواب ماذا؟ لأنه يريد مصلحة الأمة ولا يريد مصلحة أسرته. أغد أمة غم لري د أمة مصلحة إرادة لري د سرخ بلي كوراني غم لري. السؤال الثامن، لماذا استشار أبو بكر هذا الفريق من الصحابة؟ أبو بكر دغ صحابة وصر ولي مشورة وكللا أو نور صحابة وصر ونكلا. الجواب، ليطمئن قلبه على رضا أهل الحل والعقد. مطمئن شي اغه مشران علماء اهل علم علماء مشران صحابته دي اغه ورزات سکی معلومه کی نو په اغه باندې دا غزل مطمئن شو، اما باقي صحابه خپل دا اغه پر زبان دي. السؤال التاسع، لماذا اراد ابو بكر اختيار خليفه للمسلمين قبل موته؟ ولي ابو بكر د مرنه مخکې د خليفه مقررولو اراده وکړه؟ الجواب ماذا؟ لئلا يختلف المسلمون چ مسلمانان اختلاف کې نشي بعد موته، وليطمئن قلبه الى ان يعين الخليفه ان يكون قويا وامينا. او چې مطمئن شي په دې باندې چې خپل ځان نو ورسته داسې خليفه مقرر کوم چې هغه قوي وي او امانتګر وي. السؤال العاشر، ما الشرط الذي وضعه ابو بكر ليطيع المسلمون عمر؟ اغه کوم شرط چې ابو بكر وضع کړل دی مسلمانانو ته چې تاسو به د عمر تابعداري کوئ خو په دې شرط باندې؟ الجواب ماذا؟ الشرط هو العدل وطاعة الله. اذا كان عمر يعدل في امره ويطيع الله سبحانه وتعالى فقال ابو بكر للمسلمين اسمعوا قوله واطيعوا امره، داغي خبرا واري اطاعة مقيم. ننتقل الان احبابي الى صفحة اخرى، التدريب الثالث درم تمرين تزوم. ما الجوانب التي تصورها العبارات التالية من شخصية عمر؟ ما الجوانب التي تصورها العبارات التالية من شخصية عمر؟ أغاكم جوانب دي شغمان غوتاسو تيو تصوير أو شكل راكي فأغا عبارتونو كي عمر شخصيات را توازيحة كي أتا جملة دي بديك من غوتاسو ندو عمر شخصيات غوري. الجملة الأولى، أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. الجملة الثانية، هو والله أفضل من رأيك فيه، قال ابن عوف رضي الله تعالى عنه. الجملة الثالثة، سريرته خير من علانيته، القائل لهذه الجملة عثمان رضي الله تعالى عنه. الجملة الرابعة، لن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه من، قال أسيد رضي الله تعالى عنه هذه الجملة. الجملة الخامسة، قال علي رضي الله تعالى عنه رجل اعتز الإسلام بإسلامه. الجملة السادسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. الجملة السابعة، فإن عدل فذلك ظني به، قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
الجملة الثامنة: ليس فينا من هو أقوى على الأمر من؟ قال طلحة رضي الله تعالى عنهم. دغت جملة دي بديك عمر رضي الله تعالى عنه شخصية معلوميجي. هل جملة كم معلومي دلشي؟ فكما طريقة باندي قوري أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا. شخصية عمر في هذه الجملة ماذا؟ أنه قوي وأمين، ليس ضعيف ولا خائن. شخصية عمر داسي معلوميك جدا قويم دي أمانت قرم دي. هو والله أفضل من رأيك فيه. عمر شخصية سنغ معلوميك أنه محبوب عند الناس، أنه محبوب عند الناس خلق تكران دي بورا خنزر داغي ببارك وركي. سريرته خير من علانيته. شخصية عمر في هذه الجملة أنه تقي، يعني فيه التقوى، فيه التقوى ده. سلورما جملة قوي: لن يلي هذا الأمر أحد أقوى عليه منه. أن عمر هو يليق بالرئاسة وأن يكون أميرا للمسلمين. ده شخصية معلومين جهد دي لا يقدر مشري دي وكي. فنزما جملة قوي: رجل اعتز الإسلام بإسلامه. يفهم من هذه الجملة شخصية عمر أنه عزيز وشجاع، لأن الله سبحانه وتعالى أعز الإسلام بإسلامه. شبكما جملة كوي: إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. أن عمر هو صاحب الحق وناطق الحق. عمر صوك دي ده حق وينكده أو ده حق ملقرده. وما جملة كي: فإن عدل فذلك ظني به. كعمر عدلوكو زما بمدقة قمان دي. فيفهم من هذه الجملة شخصية عمر أنه عادل، دا عادل لي. أتم جملة كوي: ليس فينا من هو أقوى على الأمر منه. يعني أن عمر هو أقوى الصحابة، صحابوك تول قوي صحابي أغد صودي عمر بن الخطاب وأشجع الصحابة، فتول صحابوك دي زياد بهادر أمدغ عمر بن الخطاب دي. نجدغ جملونا دا عمر رضي الله تعالى عنه شخصية معلوم شو يا معين جملة دي. مثلا أول جملة كوي: أستخلف عليكم رجلا قويا أمينا. بنزم جملة كوي: رجل اعتز الإسلام بإسلامه. إن الله قد جعل الحق على لسان عمر وقلبه. فديك ديرزة صراحة دي تشيد عمر رضي الله عنه شخصية معلوميجي. نطول جملة كيسا شخصية معلوم شو أن عمر هو قوي وأمين، ليس ضعيف ولا خائن، أعز الله الإسلام به وجعل الحق على لسانه وقلبه، ومن شخصيته التقوى فيه والعدل فيه والزهد فيه. ننتقل الآن أحبابي إلى التدريب الرابع. راجي سلورم تمرينتا أي كيسا غوختنا كيوي: ضع علامة صحيح بجانب المعنى المناسب للعبارة. ضع علامة صحيح سينخ كده كم جاكي بجانب المعنى ده أغي معنى خاتها المناسب للعبارة جاءها معنى ده عبارة سر مناسبة ده دري عبارة من أو تاسترها كلي أو ده هر عبارة دلان دري أجزارها كلي أغا أجزاء معنى قاني دي يو معنى فاكي سيدة نغوختنك كما سي معنى ده جملة سر أغي تنخك كده. أولا جملة كسوي: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. تجد مانا دا كمشي بباركي سوالكي. ما تسألني تمانا سوالنا كده هراغا كار بباركي إلا وأنت أعلم به. ما قرتب أغب عن الدير زيت خبرداري بوي بي. تجد مانا كم باركي تبوسكي فأغب عن مانا تدير زيت بوي. أي دي جواب عربي كي بدغلان دي دري جملو كي كم يودي أليف كي وي: لا تسألني عن أمر لا أعلمه. دا سيرازي چه سوال مکه و زمان تو پوس مکه و ده آغا کار بارکی لا اعلمه چه زپی نپویگم. باکی وی: لا علم لی بالامر الذي تسأل عنه. ما سر علم نشت ده آغا کار بارکی چه ده مان تو پوس کی. جیم کی وی: انت تعرف الامور اکثر منی. تو پا کارونو باندی دیر زیاد ده مان پویگی. تو پیجانی زمان زیاد کارونا، یعنی مان پیتر دیر زیاد خبرداری. ده جیم جد سلی ده سیده. ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. معنى هذه الجملة يعني أنت تعرف الأمور أكثر مني. تدير كارونا ده معنى خفي جاني. دوهم جوز كسوي: هو والله أفضل من رأيك فيه. هو دغ عمر تيشاركي والله أفضل من رأيك فيه. دستانا زرچ دي داغيب بارك دي زياد بهتر أو غرد دي معنى كما سيكيجي. ألف كوي:
الله يعلم فضل هذا الرجل الله خپويږي دغه سړي په بهتروالي باندې باقي وي هو افضل مما تظن دغه بهتره دي مما تظن ته چې بسنګه ګمان لري جيم کې وای رايك افضل من راي فيه ستا نظر هغه بهتره دي زما د نظر نه دغه سړي په باره کې صحیح جواب کوم یو دی هو افضل مما تظن دغه بهتره دي لکه ته چې بسنګه ګمان لري هو والله افضل من رايك فيه معنى هذه الجمله هو افضل مما تظن درم جوس کې سوي سريرته خير من علانيته پټ کارونه پټ رازونه هغه بهتره دي د ښکارا کارونه معنى څنګه راځي الف کې وای هو يخفي اسراره ولا يعلنها پټ یې خپل رازونه ولا يعلنها نخکار کوي دا صحیح راځي با کې وای لا اختلاف بين ظاهره وباطنه د ښکارا کارونه بارکه او پټ کارونه ترمنځ څه اختلاف نه لري یو شانت دي جيم کې وای ما يخفي افضل مما يعلن كم شي چې هغه پټ یې هغه بهتره دي د ار هغه کار نه چې هغه ښکارا کوي جواب صحیح کوم یو دی جيم سريرته خير من علانيته يعني ما يخفي هو افضل مما يعلن كم شي چې پټ یې هغه بهتره دي د هر هغه سنه چې هغه ښکارا کوي ننتقل الان احبابي الى صفحه اخرى المفردات والتعبيرات ثانيا المفردات والتعبيرات جمع برخه لغات راولي او تعبيرات راولي تدريب الاول هات مضاد الكلمات التي تحتها خط من النص هات بمعنى ايتي راولا مضاد الكلمات لدغ كلمات الزد راولا التي تحتها خط من النص اغا كلمات داغيدا لان دي خط كشويدي او دغه کلمات د نس نه راغستل شوی دي پنځه کلمات دي پنځه جملو کې استعمال شوی دي د یو کلمې د لاندې خط دي غوښتنه دا کوي د دغه کلمې عکس او ضد څه شي دي یعنی مقابل کې د دې کومه کلمه استعمالولې شو الانسان يرضى احيانا و احيانا اخرى الانسان انسان خوشاليږي احيانا کله د يرضى عکس سرازي يسخط يرضى يسخط يرضى للرضا ويسخط للسخط او يرضى ويغضب يرضى ويغضب جمله سنگشوا الانسان يرضى احيانا ويسخط احيانا اخرى او نقول الانسان يرضى احيانا ويغضب احيانا اخرى انسان كلا خوشاليگي او كلا وسكيگي خفكيگي ديما جمله كي سوي اعمل لي فراغ كما تعمل للدنيا اعمل كار وك عمل وك لد دما وپسوي كما تعمل للدنيا لك سنگچ دنیا د پاره کار کی نو دنیا مقابل صد اخرت دي نو اعمل للاخره كما تعمل للدنيا يا اعمل لاخرتك كما تعمل للدنيا اخرت د پاره انداز خواري کوشش وک لك سنگچ دنیا د پاره کی درما جمله کی سوي انصرف الطلاب والمدرس انصرف يعني معناه واپس شلالو دي عكس استعماليجي جواب كي بقي انصرف لالو بقي باتشو انصرف الطلاب وبقي المدرس انصرف الطلاب شاگردان لالو واپس شلو وبقي المدرس استاذ بزي باتشو سلورما جمله كي وي ماذا تسر من امرك وماذا تسر پټاولو تویل کیږي د دې عکس سره زي تعلن ښکارا کولو تویل کیږي نو جمله اوس ګورو ماذا تسر من امرك وماذا تعلن د خپل کار نس ش پټي او سخ کار کی پنځمه جمله کې سوي ساعد الفقراء سرا وعلانيه ساعد الفقراء سرا وعلانيه کومک وکاد غریبانان سره سرا په پټه سره سرا وعلانيه په پټه او ښکارا سره نو پنځه کلمات من سره دي يرضى عكس سرازي يسخط او يغضب غسرازي او يسخط دا کلمه رازي د دنیا مقابل کې سرازي اخرت رازي الدنيا الاخره انصرف مقابل کې څه استعمالو باقيه تسر او تسر ماذا تسر من امرك تسر يعني تعلن عكس دا رازي ساعد الفقراء سرا سرا پټ تویل کیږي او علانيه احکار تویل کیږي کومک وکړه غریب خلکو سره سرا پټ سره او علانيه احکار سره کومک وسره وک التدريب الثاني
دوام تمرين كسوي ده المفردات والتعبيرات بعنوان لاندي. يقول صل بين التعبير والمعنى المناسب. صل بين التعبير والمعنى المناسب. لاندي يشبك جملة راكري دي ده يشخص ويناغاني دي ده جملة معنى سرازي كما مناسب معنى رازي غختنا كيش ده جملة ده اغي معنى سر بيوستك. التعبير چا داس التعبير كرده مثال اول جملة كوي حم أجله. الجملة الثانية لم يألو جهدا. الجملة الثالثة ذهب به. الجملة الرابعة ألقي في روعي. الجملة الخامسة جعل الحق على لسانه. الجملة السادسة انقطع عنه الناس. انقطع عنه الناس. المعنى معنى قانيكم دي أدخل في نفسي تركوا زيارته لا يقول إلا صوابا قرب موته فعلى كل ما يقدر عليه مات. رازو هل جملة سكو خبري معنا سر لقو حم أجله. ما معنى يعني قرب موته حم أجله. حم دنجديوالي بمعنى باندي يعني قرب أجله مرقر نجديشو قرب موته دسر سيلقيقي. لم يألو جهده. لم يألو جهدا هيس قسم تقصير أو كموال نريكري معنى سراوزي يعني فعل كل ما يقدر عليه چه بسبان دا طاقت لري غكاري كريده خبال همت أو خاري كريده. دريم جملة كوي ذهب به. ذهب أصل كذهب هذا تلپ معنى رازي پديرو معنى رازي خدلتا جملة نسي كدلا پنسكي ترسو چه منغو تاسو دا معنى ونكو چه ماتا ملشي. ذهب به يعني ماتا ملشو. كلا چه ابو بكر صديق بيوششو عثمان رضي الله عنه سويل چه وي ذهب إنه ذهب به داخل ملشو كنا أغا بيوششو ذهب به سمعنا يعني ماتا. سلورما جملة كي ألقي في روعي غرزيد الذي زما بزلك يعني أدخل في نفسي زما بزهن زما بعقل زما بنفس كده خبره أتشول شويدا. بنزما جملة كي سوي جعل الحق على لسانه. ما معنى يعني لا يقول إلا صوابا أغنوي مقر صواب حق خبركي. شبقما جملة كي وي انقطع عنه الناس. انقطع عنه الناس تدي سمعنا كي يعني تركوا زيارته خلقوا داغي ملاقات بريخي دي. انقطع عنه الناس خلقوا اغا بريخي دي كتكري دا علاقة وسرا يعني تركوا زيارته داغي ملاقات بريخي دي. نكولا شو جي منغو تاسو با اغا وحكي جي دا معنا منغو تاسو حاسلو داغ تعبيرات داغ جملي استعمالكو. نكو تسو غالي دا جملي دي زرزريا دي كما بار بار دي جملوك استعمالكي نو انشاءالله با اسانة طريقة بو تيادشي. ننتقل الآن أحبابي إلى التدريب الثالث. زوخ أقول دونكو دريم تمرين تا بايك زغوختنا كيوي ما معنى كلمة الساعة في العبارات التالية. ما معنى كلمة الساعة في العبارات التالية. لان دشبك جملة راكري دي دغشبك جملة كيوة كلمة مكرر استعمال شويدة بار بار استعمال شويدة أغسل الساعة. الساعة بنعمة كلمة دا ويحر جملة كي الساعة سمعنا وركي قولد عربي دمرا فصيحة جبهدا يوا كلمة دا دير و شيارن دا پار استماليگي نو دانا دا چه حر زيكي با چه كما ظاهري معنى دا منغو تاسو بيالتكو نا منغو جملة تا گورو مخي ورس تا جملة تا باو گوري چه دل تا داغا كلمة سمعنا وركي نو علا با منغو تاسو جملة سكيگي سيكيگي او كوچه تا ظاهري معنى مقرد جملة نسيكيگي. نو الساعة بسونا معنى غانو باندر آغلي فديرو معنى غانو باندر آغلي درس كي منغو تاسو آغستي مورازي دوباري أخلو. ما معنى كلمة الساعة في العبارات التالية. أولا جملة كيوي سأكتب الخطاب الساعة. سأكتب الخطاب الساعة دلت الساعة بسمعنا باندلكي بكم اشتريت هذه الساعة. بكم اشتريت هذه الساعة دلت سمعنا وركي. دريم كيوي كم الساعة الآن. كم الساعة الآن. تلورم كوي متى تقوم الساعة. بنزم كوي سيحضر بعد ساعة. شبقم كوي دنت ساعته. تول يو كلمة دا الساعة. الساعة خهر جملة اخبل اخبل معنا وركي. سأكتب الخطاب الساعة دلت الساعة سمعنا وركي اس معنا وركي يعني بدي وحكي دا وس حاضر زمان دا. ماذا تفعل. لماذا لم تكتب الخطاب.
ولې ته خطاب نه لیکې، هغه درس نه لیکې، یا یو موضوع نه لیکې؟ سأكتب الخطاب الساعة. متى تكتب الدرس؟ درس كلك. سأكتب الدرس الساعة أسلكما. متى تشرب الشاي؟ سأشرب الشاي الساعة أسجسكما. متى تذهب إلى المسجد؟ سأذهب إلى المسجد الساعة أزم جماتا. دلت الساعة سمعنا وركلا وسمعنا وركلا بدري وحكي دم جملك. وبكم اشتريت هذه الساعة؟ ده ساعة دي بسوة غستو. دلت سمعنا رازي آلة التي نعرف بها الوقت. أغا آلية تولكيكي جمانغو تاسو في وقت معلومو يو بجا دو بجا دري بجا دا بس معلوميكي أغا تنبس يو تاوي ساتو تولكيكي غري و تولكيكي دلتا دا معنى ورکي. بكم اشتريت هذه الساعة؟ دا ساعت دي بسو باندي واغستو. غورة دا أول جملة كم ساعت كلمة راغلي و دا غي معنى دلتا نشو كولي. ألتا معنى سو كري و وس الآن معنى و ندسي منغ نشو ويلة چه بكم اشتريت هذه الساعة؟ پسود واغستو دا وس معنا نه صحیح کیږي تر سوچ الساعه مخبل مناسبه معنا د جمله سره اونکو. یعنی اغه الله چې خلق په وخت معلومی اغه پسو باندې واغستل. بكم اشتريت هذه الساعه؟ دا ساعت پسو باندې واغستو. درېمه جمله کې سوي كم الساعه الان؟ وسو بجيري. الساعه دلته وقت ته مراد دي. یو ساعت سونه وخت دي؟ دا شپته دقیقه وي. نمرات صدق كم الساعة الآن والسوبة جيدي؟ آية پورا دي باو باندي دي الساعة الواحدة أم الساعة الواحدة والربع أم الساعة الواحدة والنصف الساعة الثانية إلا الربع أو الساعة الثانية سوبة جيدي؟ كم الساعة الآن؟ الساعة الآن العاشرة وسلس بجيدي. الساعة الآن التاسعة والربع وسباو باندي نها بجيدي. كم الساعة الآن وسو بجيدي؟ الساعة الآن التاسعة والنصف وسنهنمي بجيدي. كم الساعة الآن وسو بجيدي؟ الساعة العاشرة إلا الربع باو كم لس بجيدي. كم الساعة الآن؟ الساعة العاشرة تماما وسبور لس بجيدي. نو باو باندي تسويل كيغي ربع باو چل باسا بيوايو نم تسوي نصف باو كم تسوي إلا الربع پورا تسویل کیگی الساعة العاشرة تماما. او کل ملتونا اخلو بیا بمونگ سوایو دقیقة او دقائق. دقیقة مفرد جمع دقائق رازی. کم الساعة؟ الساعة التاسعة و خمس دقائق. الساعة الخامسة او الساعة التاسعة نه بجیدی و خمس دقائق پنزم ملت دی. کم الساعة؟ الساعة العاشرة و عشر دقائق لس بجی او لس ملت دی. كم الساعة؟ الساعة العاشرة إلا خمس دقائق بنزم لتكم لس بجيدي. كم الساعة؟ الساعة العاشرة إلا تسع دقائق نهم لتكم لس بجيدي. نفدق طريقة بان من دي جواب كوليشو. الساعة سمعنا ورقلا أغا وقت تج معلوم وقت دي جي يو جنتا أغش بيتو ملتوي. سلورم كسوي متى تقوم الساعة؟ دلتا الساعة بسمعنا رازي دا قيمت بمعنى رازي. متى تقوم الساعة؟ قيمت بكل رازي كلا بقائميكي. ندلتا مونغ دا معنى نكوش يا ألا معنى وكو يا وقت معنى وكو نا الساعة سبا معنى دا قيامت بمعنى. ما تدري ما الساعة تسبو يجي قيامت سنغة دي يا كلا دي يا متى الساعة قيامت كلا دي يا ماذا أعددت للساعة قيامت دا بارتا ستا ياركري دي. الساعة دلتا دا قيامت بمعنى. في نظام كي سوي فيحضر بعد ساعة أين فلان؟ أين المدير؟ أين الأستاذ؟ أين زيد؟ سيحضر بعد ساعة. دلتا ساعة سمعنا وركي سو وقت اغا معلوم وقت ندى جي خلقي بساعت باني معلومي يا اوساني وقت مندى صرف يو وقت تيشارة كي سنكرا بشكل باني هر وقت تا. اين زيد؟ زيد چرتا دي؟ سيحضر بعد ساعة لك ساعة رستا برازي. لك دا لازم ندى جي شبيتو ملتا رستا برازي كده شي پنزا ملتا شبك ملتا وملتا لك وقت رستا برازي. شپغم کې سوې دنت ساعته دلته ساعت په سمانه راځي د وفات په معنا راځي. دنت ساعته یعنی قربت ساعته د هغه اجل را للې د هغه مرګ را للې د مرګ وخت څه شو هغه را نږدې شو. دنت معنا نږدې شو. دا خو ګورېدونکو منګو تاسو سره هغه تمارین المفردات والتعبيرات عنوان لاندې چې دغه غوښتنه کړې و چې د کلماتو ضد معلوم کړي او هغه کلمات چې منګو تاسو په جملو کې استعمال کړل د هغه تعبیر كم مفهوم او كم معنى ده او يو كلمة الساعة بصو معنى غانو باندي استمر شوه.
په دې تمرین باندې خوګوریدونکو زمونږ استاد دریم وحده الحمدلله په خیر باندې ختمه شوې ده. پر روانه خبرونه کې به ان شاء الله مونږ تاسو بل وحده شروع کوو، الوحده الرابعه څلورمه وحده، هغه په کوم عنوان باندې ده؟ السنه النبويه، نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې د هغې په سنتو باندې د هغې بحث به مونږ تاسو ته کوي ان شاء الله. هر ځکه چې ایسته یې د منار خوګوریدونکو په لوی رب العالمین باندې سپارم. تل دپاره عزتمند، خوشحاله، کامیاب، اباد اوسئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.